ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم فاضل. How are you? إن شاء الله you're okay. This is our plan. إن شاء الله this month we will take the first two pages of سورة المجادلة. And for revision, you will take after سورة التحريم إن شاء الله. From سورة التحريم up to سورة الحشر. And now I read from آية number one. Up to ayah number 4 of surah al-mujadilati. Just listen. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Okay, فاضل. Thank you for listening. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.